بسم الله. لو انا عايز اعمل سيلكت لكل العناصر ما عدا الدايمنشن، في كذا طريقه من ضمن الطرق ان انا اروح لبروبرتيز واختار من هنا اعمل فلتر ستيب باي ستيب. بلاقي ادوات كتيره ان انا اعمل فلتر عن طريق الاليمنت تايب، عن طريق البين، عن طريق اللاين تايب، عن طريق كولر، حاجات كتير. وليكن مثلا عن طريق التايب، بيقول انت عايز تختار ايه. انا هنا عايز اختار كل ما عدا الدايمنشن، فاقول له دايمنشن لاين، وبدل ما اختار ايكوال هختار نون ايكوال. اوكي، واقول له انا عايز هعمل نيو فلتر يوز سيلكشن ريكتانجل. ارسم مربع وبدل الفلتر بتاعي، ارسم مربع بالشكل دوت، الاقيه فعلا عمل لي سيلكت على كل العناصر ما عدا العنصر اللي انا قلت له مش عايزه، اللي هو الدايمنشن.